إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن كيف يشخص الطبيب القولون العصبي. القولون العصبي ليس معناه أنك تعاني من مشكلة عضوية في الجهاز الهضمي، ولكن القولون العصبي اعتلال وظيفي مؤقت للجهاز الهضمي عند حالات معينة، ولكن لا يكون في المنطقة كاملة إلا بعد إجراء فحص سريري ومختبري والتأكد من المنطقة. وأيضا من الواجب على الطبيب فحص البراز، ونستطيع أيضا تشخيص حالة القولون يعني حينئذ لاستبعاد أسباب عضوية أخرى قد تسبب أعراض مثل أعراض القولون العصبي. ومثل هذه الأسباب الأخرى مثلا التهاب الأمعاء يعني بنوع من أنواع الطفيليات، مثل الأميبا نوع من أنواع الطفيليات، أو الجرايدية نوع من أنواع الطفيليات، أو نوع من أنواع يعني وجود قرحة في المعدة، أو يعني التهاب في منطقة الاثنى عشر، أو وجود يعني حصوة في المرارة، وخاصة يعني عند النساء في سن يعني 40. من الواجب يعني استشارة الطبيب وفحص هذه المنطقة للتأكد من وجود نوع المرض معين بالتفصيل الممل، لكي يعني تتحسن الحالة. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.